موضوع علمي شوية بس مهم ان احنا نعرفه، واحنا دايما في صباح الخير كده بنحاول نتابع مع حضراتكم بعض الظواهر الفلكية اللي ممكن يبقى ليها بعض التأثير ونشوف تداعياتها ايه. المعهد القومي للبحوث الفلكية اعلن انه تم اكتشاف 4 اجسام جديدة بواسطة تلسكوب القطامية الفلكي. كمان كشف المعهد عن حقيقة الكويكب الذي اصطدم بكوكب الارض منذ ساعات قليلة وتأثيره على كوكب الارض. ممكن يكون الخبر خض شويه ان في كويكب بيصطدم بالارض، هنعرف تفاصيل اكتر. احنا دايما بنسمع عن انه نهايه الارض مش صحيح. عارفه امتى، ووكاله ناسا قالت مش عارفه ايه، وانه في نيزك هيضرب الارض او كويكب هيصطدم بالارض. وبالفعل يعني احنا زي ما كنت لسه انت بتقول دلوقتي يا محمد، انه في او المعهد كشف عن حقيقه كويكب اصطدم بالارض منذ ساعات. هل ده حقيقه ولا صحيح. لا؟ طيب لو ده حصل، هل في تاثيرات حصلت على المنطقه اللي اصطدم بيها؟ التفاصيل دي كلها هنعرفها من الدكتور شفيق كحيل، عضو الفريق البحثي بمشروع اكتشاف الاجسام القريبه من الارض. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. اهلا وسهلا بحضراتكم استاذ محمد واستاذ بسنت وعلى الساده المشاهدين. طمنا، في حصل ده اصلا وفي خسائر ولا ما حصلش؟ لا، خلينا بس يعني في الاول كده نتقدم بالشكر لهيئه العلوم والتكنولوجيا والابتكار على دعمها لمشروع دراسه واكتشاف الاجسام القريبه من الارض. وفي عجاله نوضح للساده المشاهدين منطقه الكويكبات امتى تمثل عليها خطوره وامتى يكون في اهتمام من الفلكيين بدراسه الكويكبات. احنا عندنا منطقه الكويكبات اهم حزامين بيمثلوا الكويكبات او تواجد الكويكبات بيكون بين مدار كوكبي المريخ والمشتري. والحزام الثاني ده بيكون عند كوكب نبتون. امتى نبدا نصنف الكويكب ان هو في منطقه قريب من الارض وبدا يبقى فيه اهتمام بدراسة احتمالية تصادمه أو سقوطه على سطح كوكب الأرض؟ لما بتكون المدار بتاع الكويكب مع الشمس بدأ حوالي مسافة ما تزيدش عن 1.3 وحدة فلكية، يعني حوالي بنتكلم في 195 مليون كيلو متر. في هذه الحالة بنبدأ نقول إن خلاص الكويكب ده اقترب مداره من الأرض، لأن في الحالة دي وهو بيدور حوالين الشمس، إحنا عندنا الأرض بتدور حوالين الشمس، ممكن يحصل تقاطع لمدار الأرض مع مدار الكويكب زي ما حصل منذ يومين في الكويكب اللي تم اصطدامه بالأرض. لو وصل المسافة اللي بيدور فيها الكويكب لأقل من 5% وحدة فلكية، يعني حوالي 7 مليون كيلو متر، كده بقى في خطورة وإنذار من الفلكيين إن إحنا لازم نهتم بدراسة الجسم ده ونشوف هل بالفعل تم قطع مدار كوكب الأرض زي ما حصل في الكويكب اللي سقط منذ يومين، او لا مجرد اقتراب وما فيش تقاطع وهيرجع تاني. عشان نبسط بس كمان للساده المشاهدين، الكويكب ده هو تقاطع واصطدم بالارض فعليا، صح كده؟ تمام يا فندم. طب ده كان فين يا فندم؟ ده كان فين؟ حوالي 2 متر. ده كان فين وتداعيات ده ايه؟ هو الكوكب لما بيبدا يقترب من مدار الارض طبعا جاذبيه الارض بتبدا يحصل تاثير حسب جسم حجم الكويكب. هو زي ما بقول لحضرتك كان جسم قطره 2 متر، فاحتكاكه بالغلاف الجوي فالجسم بيبدا يتلاشى من سرعه الهبوط اللي بيتم بيها، فالجسم بيحتبط قبل وصوله للارض، فلا يمثل اي خطوره. اذا هو اصطدم بمدار الارض ولم يصطدم بالتربه نفسها، يعني ما اصطدمش بيه؟ لا، هو سقط في المياه. احنا عندنا الكره الارضيه عامه من مساحه الكره الارضيه فيها 71% ميه، فنسبه احتماليه السقوط في المياه بتكون اعلى. لان احنا عندنا سبع دوران الارض ده بتعمل حوالي 110 كيلو متر في الساعه، فاحتماليه انه يسقط على اليابسه بتكون ضعيفه. طيب ده الكويكب اللي اصطدم بمدار الارض. النهارده في كمان كلام عن اكتشاف 4 اجسام جديده في الفضاء حول الارض. ده معناه ايه؟ يعني وحضرتك بقى ايه بسطها لنا على قد ما تقدر عشان نفهم بقى مع حضرتك كده ايه اللي حصل.
هو بالفعل احنا في المعهد القومي للبحوث الفلكيه من خلال مرصد القطاميه احنا مشاركين مع اكثر من دوله، مشاركين مع الشبكه الدوليه للرصد البصري في موسكو، اكاديميه العلوم الصينيه، واكاديميه ووكاله الفضاء الاوروبيه في ربط للتلسكوب بالشبكه الدوليه. فبنتابع بصفه دوريه، الفريق موجود بصفه دوريه، فريق الاسبوع بيتم اخذ ارصاد يعني شبه يوميه للاكتاف اللي بناخد بيها ان هي خلاص بدات تقترب من الارض. كان من اهمهم كان في موعد اقتراب لكويكب كان في 29 يونيو السابق، وده كان كويكب كان حوالي قطب 120 متر، وده تمت متابعته من خلال الاقصاب بنجاح، وتم الفريق البحثي اتمكن من انه يحسب المدار بتاعه وتم تسجيله في موقع الاتحاد الدولي للفلك. احنا خلال الست شهور اللي فاتت احنا حوالي قمنا بتسجيل 54 جسم، منهم 9 اجسام كانتش موجوده وتم اكتشافها بالفعل. برضو كان من اهمهم جسم في 3 اجسام في شهر يناير الماضي، كانت وكاله العلوم الصينيه اكتشفت الجسم يوم 10 يناير، وقام معهد البحوث الفلكيه بتاكيد الاكتشاف يوم 11، ودي كانت من الاجسام اللي كانت مكتشفه حديثا وما كانتش موجوده بالفعل. طيب عشان يتم اكتشاف مثل هذه الاجسام الغريبه وطبعا ليها جدوى وفائده علميه، ده بيتطلب يعني اليات وتكنولوجيا متطوره، واحنا عندنا يعني عقول وباحثين ومركز البحوث الفلكيه وتلسكوب القطاميه وغيرها من المراصد الفلكيه بتستخدم يعني تكنولوجيا متطوره. حابين نتعرف مع حضرتك على مدى التقدم اللي وصلنا ليه في مركز البحوث الفلكيه والادوات العلمية اللي بنستخدمها لاكتشاف مثل هذه الأجسام. طبعا حضرتك احنا عندنا اهم ما وصلنا له من التكنولوجيا تعاون مع الجانب الصيني. تم بالفعل امدادنا بتلسكوب 1.2 متر، ده موجود حاليا في حلوان، وسيتم الحاقا امداده بتلسكوب 70 سنتي، وده هيبقى مهمته كشف منطقه الحطام الفضائي الناتجه من الاقمار الصناعيه في المنطقه المنخفضه في المدارات المنخفضه بتقنيه الليزر والرصد البصري. والتلسكوب ده يعتبر اول تلسكوب في الشرق الاوسط نحصل عليه بشراكة مع الصين. طبعا بعد دعم القيادة السياسية احنا نبدأ ننشئ التلسكوب في سيناء، التلسكوب الكبير إن شاء الله هيكون قطره 6 متر. حاليا تم بالفعل بدء عملية اختبارات الموقع لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع. حاليا تم وصول وحدة الأكسجين الذري، ودي تعتبر معمل لاختبارات تصنيع الأقمار الصناعية، ودي وحدة هتكون الوحيدة عندنا هنا برضه في الشرق الأوسط تم ضمها حديثا للمعهد القومي للبحوث الفلكية. طيب ده بالنسبة للتلسكوب، بالنسبة بقى للعين المجردة، هل بكرة نقدر نشوف كوكب زحل؟ كوكب زحل من الكواكب اللي يمكن رؤيتها بسهوله بالعين المجرده. حضرتك بتتجه يم اتجاه الجنوب، هيكون يعني من بعد الساعه 8 مساء بيكون الكوكب متواجد. ممكن الساده المشاهدين هيكون بين كوكبه القوس ويكون سبق منه كوكبه العقرب. جميل. دكتور شفيق كحيل بنشكرك على كل هذه المعلومات، عضو الفريق البحثي بمشروع اكتشاف الأجسام القريبة من الأرض. صباح الخير على حضرتك.